الإعلان عن جوائز قياسية لبطولة أمريكا المفتوحة. ستمنح بطولة الولايات المتحدة المفتوحة رابع البطولات الأربع الكبرى مجموع جوائز بقيمة قياسية ستبلغ 60.1 مليون دولار هذا العام، مع تخصيص 2.6 مليون دولار للفائز والفائزة بلقب الفردي، ضعف ما سيحصل عليه الوصيف، وفق ما أعلن الاتحاد الأمريكي لكرة المضرب يوم الخميس. ويتجاوز إجمالي الجوائز المالية القيمة السابقة البالغة 57.5 مليون دولار العام الماضي، مع زيادة لافتة للاعبين واللاعبات خلال الأدوار الأولى. وقد تم تخصيص 80,000 دولار لكل لاعب يخرج من الدور الأول و 121,000 في الثاني، وتمثل هذه الأرقام ارتفاعا بنسبة 85% و 57% على التوالي منذ عام 2016. كما سيتم توزيع أكثر من 6.25 مليون دولار في التصفيات، أي زيادة بنسبة 223% مقارنة مع عام 2016، وسيحصل بطل منافسة الزوج على 688,000 دولار لكل فرد، وهو ضعف ما سيحصل عليه الثنائي الوصيف. وتنطلق منافسات فلاشيغ ميدوز في 29 أغسطس الحالي. كما ستمنح بطولة الولايات المتحدة المفتوحة رابع البطولات الكبرى مجموع جوائز بقيمة قياسية ستبلغ 60.1 مليون دولار هذا العام، مع تخصيص 2.6 مليون دولار للفائز والفائزة بلقب الفردي، ضعف ما سيحصل عليه الوصيف، وفق ما أعلنه الاتحاد الأمريكي لكرة المضرب يوم الخميس.